إنتاج ضخم في هوليوود وفيلم السينما العالمية كلها منتظراه. ده الكلام اللي بتقوله وسائل الإعلام العالمية على الفيلم الجديد اللي بيعمله المخرج العالمي جاي ريتشي واللي تم تصويره في الأهرامات. إيه حكاية الفيلم ده؟ وإزاي هيحول مصر إنها تكون بوصلة للأفلام العالمية اللي جاية في مصر؟ تفاصيل كتيرة تعالوا نعرفها في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت احتفل المخرج العالمي جاي ريتشي بالانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد فاونتين اوف يوث، والاول مره هيكون ليه فيلم عالمي اتصور في مصر. المخرج العالمي احتفل بانتهاء الفيلم بصوره من الكواليس واللي كانت في الاهرامات علشان تكشف ان الفيلم اتصور في المنطقه الاثريه اللي بتتميز بيها مصر وكمان في اماكن تانية كتير. لكن الصوره دي قلبت الدنيا وبدات الصحافه العالميه تهتم بيها وتجيب تفاصيل من الفيلم واللي تبين ان الفيلم من انتاج شركه سكاي دان وإن تم تصويره في مصر بدعم كامل من لجنة مصر للأفلام في توجه جديد هتدعم فيه مصر صناعة الأفلام. علشان تكون واحدة من البلاد اللي بيجي فيها كل الممثلين العالميين يصوروا أفلامهم فيها، خاصة إن الفيلم ده هو اللي هيدعم الفكرة دي، لأنه مش بس من إخراج جاي ريتشي واللي معنى كده إنه هيكون فيلم مشوق، لكنه بسبب الإمكانيات الضخمة، لأن تمويل الفيلم بيكون من شركة أبل العالمية واللي بتضخ فيه أموال كتيرة جدا علشان تعمل أفلام تنافس بيها في كل أنحاء العالم. كمان الفيلم هيكون فيه الممثل العالمي لاز ألونسو اللي معروف بأدوار الأكشن زي ما مثل في أفلام فاست أند فيريوس وأفاتار وأفلام عالمية تانية كتير. ومن المفروض ان ألونسو هيلعب دور البطولة قدام مجموعة من الممثلين العالميين المشاركين في الفيلم زي جون كراسنيسكي وناتال بورتمان وإيزا جونزاليز ودومينال جليسون، ودول بقى اللي تم الإعلان عن تواجدهم في الفيلم اللي هيكون من تأليف جيمس فاندربيلد. الفيلم بتدور قصته عن أخين منفصلين بيتشاركوا في عملية سرقة عالمية للعثور على ينبوع الشباب الأسطوري، ولكن عليهم استخدام معرفتهم بالتاريخ لمتابعة الأدلة في فيلم بيكون عبارة عن مغامرة ملحمية من شأنها انها تغير حياتهم، وبالتالي لازم يدخلوا في تاريخ ويواجهوا الوحوش والاساطير فيه في فيلم كله مغامرات. طبعا الصحافة العالمية بدأت تجيب المعلومات ولقطات من الفيلم والكل بقى بيتكلم عنه علشان الامكانيات الجبارة اللي فيه. بس ده مش كل حاجة، لان الصحافة العالمية اتكلمت كمان عن مصر وان المنتجين والمخرجين في هوليوود بدأوا دلوقتي يبصوا للبلد باعتبار انها مكان مناسب جدا لتصوير الافلام الخاصة بالاكشن والمغامرات. خاصة ان فيها الاماكن التاريخية والصحراء والاماكن اللي ينفع يتصور فيها كل المشاهد. بدأت الناس تشوف مصر انها بلد مناسبة جدا لافلام المغامرات، وده بالفعل اللي عمله المخرج العالمي جاي ريتشي واللي صور فيلمه الجديد في مصر. وعلشان كده ممكن الفترة اللي جاية نشوف افلام كتير عالمية تيجي تتصور جوه مصر.